مع بقية الدول العربية في حماية هذا التصوير وفي أيضا تقوية هذا التصوير عندما يأتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس بالعكس. هذه مسؤولية كبيرة، ليس فقط مسؤولية فلسطينية وإنما مسؤولية جمعية عربية، وهذا ما سمعناه من قبل الأمانة العامة، وسوف تتحرك الأمانة العامة ضمن هذا السياق، وسوف تتواصل مع الدول العربية من أجل أن تأخذ مسؤولياتها في هذا الموضوع. نحن نعتبر أن هذا مهم في غاية الأهمية، فالمعركة مع دولة الاحتلال الإسرائيل هي أيضا معركة قانونية بامتياز، ونحن كدولة فلسطين نود أن نستفيد من كل المساعدات القانونية المتوفرة التي يوفرها لنا القانون الدولي من أجل استعمالها لصالح القضية الفلسطينية وتحقيق الإنجازات المطلوبة. يجب على المجتمع الدولي أن يعي تماما بأنه لم يعد بالإمكان للشعب الفلسطيني أن يقبل أن يبقى الاحتلال إلى الأبد. يجب على هذا الاحتلال أن ينتهي، ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال هذا الموضوع. هذا بالنسبة لنا مهم جدا، وبالتالي تعليمات القيادة الفلسطينية على رأسها السيد الرئيس محمود عباس كانت واضحة كل الوضوح. وأريد أن أذكركم جميعا بأنه عندما ألقى السيد الرئيس خطابه في الجمعية العامة العام الماضي، هو قال بأننا لن نقبل بأن يستمر الاحتلال إلى النهاية، لن نقبل بأن يترك للمجتمع الدولي مسؤولياته حيال هذه القضية، ونحن نحدد للمجتمع الدولي عاما واحدا لكي يتحرك ضمن هذا السياق. بعد مرور مثل هذا العام، وبعد أن رأينا بأن الأوضاع لا زالت كما هي، لم يكن قد تطورت سلبيا في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دولة الاحتلال من مصادرة أراضي وتكثيف مصادرة الأراضي، من بناء الاستيطان وتكثيف البناء الاستيطاني، من هدم المنازل وتكثيف هدم المنازل، من القتل غير القانوني بحق الأبرياء الفلسطينيين، من الاجتياحات المستمرة